صباح الخير. شوفوا فلسطين ما أحلاها. في 4 طرق حتى نخفف القلق والهلع وتحديدا بفترة الحروب وحتى التفكير الزائد. الأولى، أول شيء لما تصحوا اعملوه ساحر. 1، التنفس العميق، شرحت لكم إياه هيك يعني دقيقة، بعدين تنفس واحبس النفس كمان دقيقة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، كمان دقيقة. كل مراكز الطاقة والشاكرات بيفتحوا بالجسم. 3، 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وأستغفر الله. ومع كل مرة بتتأمل بتفتح مركز من المراكز 7، الجذر، الجنس، الضفيرة الشمسية تحديدا لأنها مركز الخوف والمشاعر، القلب، الحلق، آجنة والتاج. وحينها بس تخلص 4، ارفع ايديك هيك واحكي فيهم: يا رب ماذا تريد مني أن أفعل اليوم، وما هو الرزق الذي خلقته لي بكل يسر أحصل عليه من خدمة الناس وخدمة روحي. ولما تخلص بتمسح هيك كل جسمك، لأنه هاي طاقة نور بتصير بالتوفيق.